السلام عليكم طلاب، اليوم عدنا يونس 6 صفحة 58. طلاب اليوم راح ناخذ أحمد وندى. أحمد I wish my face. I wish my face. أحمد I wish my face. ندى I wish my hands. 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 أحمد I wish my face. أحمد يقول أنا أغسل وجهي. جاي تنتبهون عليه بالصورة شلون دا يغسل وجهه الطلاب. هاي هنا مبين من الصورة معنى الكلام. I wish أنا أغسل my face وجهي. ندى I wish my hands. I wish my hands. ندى هنا دا تغسل ايديها، دا تقول اني دا اغسل ايدي. I wish اغسل يدي. اغسل يدي تشوفون هنا بالصورة تغسل ايدها. هاني I wish my fate. I wish my fate. I wish my fate. اغسل قدمي تشوفون هنا بالصورة اغسل قدمي. I wish my fate. I wish my fate. هنا إيمان I wish my hair. I wish my hair. أغسل شعر. فهنا نرجع I wish my face. I wish my hands. I wish my fate. I wish my hair. I wish my hair. I wish my hair. I wish my hair. I wish my face. I wish my face. I wish my hands. I wish my hands. I wish my fate. I wish my heart. I wish my heart. هنا نجي الطلاب على صفحة 59. طلاب صفحة 59 هنا راح نجي دي يقول What is it? What is it? What is it? هنا I blow body and paint fate. I blow body and paint fate. It is a monkey. Now me, no how me. What is it? What is it? What? Is it? I blow body. I blow body. I blow body. And paint fate. And paint fate. It is a monkey. No me. What is it? هنا قول لها يا هو هنا من الحيوانات اللي blow body and pink face. قدمه وردي وجسمه أزرق. طبعا هنا هي ايش قالت له؟ قالت له المونكي. هنا لازم تلونون القرد باللون اللي القدم تصير وردية. هاي قدمه وردي تلونونه طلاب. انا هنا ملون يمي، تلونون القدم وردي والجسم أزرق. فهو دي يسأل هنا صديقته، دي يقول لها What is it؟ ما هذا من أي واحد من هذه الحيوانات إنه جسمه
أزرق وقدمه بينك فيت، قدمه وردي. هي قالت له it is a monkey. بعدين قالت له now me، هسه أني، مثلا نقول هسه دوري أو هسه أني. what is it؟ تمام. فهسه هنا انتم لونوا القرد باللون الورد، قدمه وردي وجسمه أزرق. فهو ده يقول لها what is it، what is it، a blue body، blue body and pink feet. It is a monkey. No me. What is it؟ مثلا بعدين انتو ورا ما تلونون الالوان اي لون يعجبكم هنا، بس هذا هنا القرد هو طالب من يمكم ان لونه ازرق وقدمه وردي، لانه هو ده يعطيكم عليه مثال. الباقي انه انتم تسوونه. مثلا الكات، الكات تلونوها باللون الجسم الأزرق والقدم الجرين. بعدين شو تسمون الجملة تقولون؟ هسه هي مو اجا دور ندى، هي هنا هذول أحمد وندى. أحمد خلص سؤال ندى. هسه ندى مثلا ورا ما راح تلونون أي لون يعجبكم. مثلا يسوون القطة قدمها أحمر، ريد، بلاك، أسود، بكيفكم، يلو. هنا أنا مثلا أنا مصبغته لون جرين أخضر، مثلا راح أسوي الصيغة مثل مال أحمد. إيش راح أقول؟ هي مو إجا دور ندى، راح أقول what is it a blue body and a green face. راح تقولوا لي القطة، القطة جسمها أزرق وقدمها جرين أخضر. تمام. بس راح نرجع نقول What is it, a blue body and pink feet? It is a monkey. Now me. ده تقول لها هسه دوري اني. What is it؟ يعني هو جاي يسألها مثل ده يحذرها، ده يسوون حذورة. يقول لها مثلا وين هنا أنا بالصور انه جسمه لون اصفر وقدمه لون جوزي، او وين هنا أنا بالصور جسمه اسود ورأسه مثلا نقول ازرق. فهي تجاوبة انه بعدين هي ترجع انه تعطيه سؤال هو يجاوب، يتحازرون بيناتهم. هو حالين اول شي مسوين مع القرد، الباقي عايفة عليكم انه انتم تسوونه. فهو مثل يعني شلون تدريب لكم. طلاب اشتركوا بالقناة وضغطوا لايك.